الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا في فضائل أشهر الحرم، فقال تعالى في نهاية الآية: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي آية أخرى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. وفي آية أخرى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. معاشر الإخوة، ما معنى ظلم النفس؟ الظلم أولا هو كل مخالفة يقع فيها العبد، وظلم النفس كثيرة يا عباد الله. ونختصر النقاط التالية: الأول فوات الطاعات، ترك أو تأخر أو التكاسل عن العبادات المهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه: من صلى الصبح، وفي رواية من صلى الصبح مع الجماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. والنقطة الثانية عباد الله التي يمكن أن يظلم النفس، أن يظلم العبد نفسه، هو التهاون عن الصلوات والتخلف بها، يتكاسل. الله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنقطة الثانية عباد الله، الثالثة، التي تدل على أن العبد يظلم نفسه، هو التجاسل عن المحرمات والتهوين على الذنوب عند الخلوة. روى مسلم وابن ماجه بسند حسن عن حديث ثوبان رضي الله عنه وارضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم قوم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا من محارم الله انتهكوها. نقطة الثالثة يا عباد الله، التعرض لأعراض المسلمين وانتهاكهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه فيؤخذ من خطاياه فيطرح عليه ثم يطرق في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس عباد الله الذي يمكن أن يظلم الشخص نفسه هو الإهمال عن الأهل والأولاد وعدم أمرهم ومتابعتهم في حين يصومون وحين يصحون، ولا يأمرهم بالصلاة ولا يوقظهم بها، هذا ظلم للنفس عباد الله. الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال معقل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غائش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. النقطة السادسة عباد الله هو إيذاء المسلمين بدينهم وأخلاقهم. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يثقف الإيمان في قلب إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، والنقطة الأخيرة التي تدل على أن العبد يظلم نفسه هو الأخذ بحقوق الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: ما من رجل يأخذ حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من عرق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا صلوا وسلموا على من أمر الله بالصلاة والسلام عليه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المرابطين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.